وبالتعويل على أبناء الإمارات في غد أفضل وحاضر مشرق، وفي الوقت الذي يجتمع العالم بكافة أذرعه الإنسانية للسعي لإيجاد حلول مستدامة لإتاحة عودة آمنة للاجئي الروهينجا، تواصل دولة الإمارات دورها الإنساني في خدمة الإنسان أينما وجد، وذلك بكوادر وطنية مشرفة. في التقرير التالي نستعرض جانبا ما قدمته الدولة للاجئي الروهينجا. دعم روهينجا قضية ليست بجديدة على دولة الإمارات، ولعل هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي دعت لها سابقاً حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو شيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث دعت المجتمع الدولي للالتزام بواجبهم الإنساني تجاه أقليات مسلمي روهينجا ومناصرة قضاياهم كجماعات تعاني من الاضطهاد والتهجير، حيث ينبغي الوقوف إلى جانبهم ومنحهم حقهم في الحياة بسلام وأمان. وقالت سموها في مقال رأي كتبته بعنوان مسلمو روهينجا اختبار الإنسانية العالمي: كثيرة هي الخطابات المكتوبة بلغة بليغة تنادي بالإنسانية، إلا أن القليل من هذه الخطابات يتجسد على أرض الواقع بجهود ومواثيق وخطط عمل تواجه الاضطهاد وتقف إلى جانب المهجرين واللاجئين. وأكدت سموها أنه يحتم علينا هذا الواقع أن نتكاتف فرداً ومؤسسات ومنظمات وبلداناً لنوقف نزيف إخوتنا في الإنسانية وفي الإسلام. وفي المقابل نرى حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تواصل نجاحها في استقطاب الأطباء الشباب وتمكنهم من تخفيف معاناة اللاجئين الروهينجا من خلال تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والنساء، ولعل مشاركة نخبة من الأطباء الشباب من الإمارات وبنغلاديش خير دليل على ذلك، وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بين الشباب، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بأن يكون عام 2018 عام زايد. كل هذا يأتي بجانب الحملات الإماراتية الأخرى التي تسعى للتخفيف عن لاجئي روهينجا، والحديث عن حملة القلب الكبير والهلال الأحمر الإماراتي وباقي المؤسسات الخيرية التي تتكاتف معاً لدعم مختلف القضايا الإنسانية التي لا تقتصر على العلاج والغذاء فحسب، بل أيضاً تطال التعليم وغيرها من مناحي الحياة الهامة.